آدم، هنا كرة الإبداع، أي متعة ننتظر هنا مع بداية هذه الصافرة. أشارها الإستاذ أن يكون هناك نعم يوسف الحبيب في هذه المباراة، يبحث عن كرة الربيع، اضرب يا ولد، ولكن مرت يا ربيع بسلام بكرة عالية أمامية ولكن خارج رضية الله. وصلت الدوسري أحمد، متابعة أحمد، تمرير، هيا يا مرت بسلام، عدت على الجميع، ولكن جهة اليمنى لمصلحة القاسم للزيد، عبود عبود، ولكن هناك بهذه الكرة يا مرت الكرة الماضية محمد ربيع، يلعب لك كرة عالية أمامية، اضرب يا ولد، ولكن مرت الكرة وعدت هناك لمصلحة المهاشل. المهاشل يتقدم، المهاشل باحث عن رغبة، باحث عن كرة جميلة، هي تكمل، يبحث عن المتابعة، هل يفرح المجدوعي؟ ومعها أعزائي المتابعين تنتهي وإياكم مجريات هذا الشوط. السلام، مرحبا لو. كيف الحال؟ خير الله فيك. كيف شفت المباراة؟ والله لا بأس فيها، مع أن فريق الشربيني يعني مسيطر على المباراة بشكل واضح، يعني زي ما تشوف. كيف تشوف البطولة بشكل عام؟ بطولة كأول بطولة باسم المرحوم يعني كويسة الحمد لله لحد الحين. توقعاتك كم كم؟ أنا ما أشوف يعني الشربيني مسيطر، وأتوقع أنه بيكون المركز الأول المجموعة هذه. بإذن الله، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم إلى شوط جديد بعدما انتهى مجريات هذه البطولة مع انطلاقة سريعة متابعة، ولكن بعد ذلك بكرة يو احمد خاطر، لعب لك كره خاطئه وصلت لزيد، زيد تمريره، هي مرت بسلام الكره الماضيه محمد، الكره تعود لمصلحه زيد، هنا تكمل، عادوا للروس، عادوا ليقنا الكوس، ولكن مرت الكرة الماضية بكرة يو فعلها أخيرا، فعلها ليدون هدفا جميل، هناك لمصلحة المهاشل، المهاشل يلعب لتسديدة، هناك فرحان، كرة هي يا الكرة الماضية. وما أعزائي المتابعين تنتهي مجريات هذه المباراة، نعم هناك بانتصار المجدوعي بثلاثة أهداف مقابل هدف من أمام الفالح. أعزائي المشاهدين، نستضيف الآن عبر شبكة فارس العالمية اللاعب عبد الرحمن القاسم، ألف مبروك الفوز، ألف مبروك حصولك أيضا على أفضل لاعب في المباراة، وكيف كانت المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الحمد لله على الفوز، طبعا مجهود الفريق كامل أثمر عن الفوز، كنا واثقين قبل ما ندخل أننا بنفوز إن شاء الله، أهم شيء كان الهدوء في المباراة، مع أنهم سجلوا علينا لكن هدينا وجبنا الفوز الحمد لله. الحمد لله على كل حال، وألف مبروك مرة ثانية، والله يعطيك العافية، شكرا لك. حياك الله، الله يعطيك العافية، يبيض وجهك.